عدت سنة على آخر لفة في الانستغرام، طولت عنها بصراحة. اليوم لازم لفة جديدة، خلونا نبلش فيها. سوبرمان يطير، سبايدر مان يستخدم شبكته، باتمان. طب بقول لك ايه، ابعت اللوكيشن جاي لك دلوقتي. يلا سلام. ابعت اللوكيشن جاي لك دلوقتي، انجز. سلام. بس خلاص ماشي. يا اخي الحين ما افهم الناس اللي تختار باتمان من بين كل الابطال الخارقين. كيف بطل خارق معاه سوناتا؟ ذا مواطن عادي، ما معك اي بطل خارق. لو باتمان حقيقي كان بيشارك في سحوبات ابو فله، ترى طفران زينا. ويجيك واحد يقول باتمان افضل من سبايدر مان، اتق الله يا شيخ. وقف المقطع ذا هنا. الهادي بدأ معاه كم كريم؟ 1 2 3 4 5. جاي، this is gay. مع كل الاحترام، لو معاه كريم واحد بقول يمكن عنده التهابات بشرة، ما في مشكلة، تمام. كريمين بقول يمكن ايش معاه بشرة ثانوس، والدكتور وصف له الكريمات دي. 5 كريمات ده ما هو اهتمام بالبشرة، ذا الدلع الزايد. كيف معاك يد فينيسيوس جونيور وتحط كريم اسمه ستيسي؟ ذي حاجات كيم كارديشيان يا ابويا، قلتها مليون مرة. تتروش بتايد وتحط فازلين بعدها بتلمع، ما بتحتاج اي شيء ثاني. اذا التايد ينظف صحون ما تغسلت من 70 سنة، ما تتوقع انه بينظفك. مع تايد للغسيل ما فيش مستحيل نيجا. لا يا خال، يرحم امك، الله يرحم امك، والله ما ينفع. اول شيء كل الكريمات ذي ما نفعت نهائيا، اكون صريح معك. واضح انه تأثيرها كان عكسي، بشرتك انشف من بيوت عاد وثمود. ما حد قال لا تهتم بنفسك، اشتري فازلين، اشتري تايت، ما قلنا شيء. بس انك تسوي الحاجات ذي كلها، البداية ذي اعرفها كويس. ترى كلهم يبدأوا زي كذا، ذي اسمها خطوات الشيطان، انتبه لك، اني لك ناصح امين. بس ما علينا من الحاجات الضعيفة دي، عندي لكم شيء قوي بشكل ما هو طبيعي. كلنا نعرف ببجي موبايل أقوى لعبة في الأرض، لعبة غنية عن التعريف. بس اللي ما تعرفه إنه أنا صرت في اللعبة حزمة صوت باري تيوب، صارت موجودة ببجي موبايل. سجلت كل الكلمات اللي تحتاجها عشان ترفع الضغط اللي قدامك على طريقتي، شيء متعوب فيه بشكل ما هو طبيعي. شوفوا الفيلم اللي مسوينه للحزمة دي، شيء متعوب فيه من جد. وذي ما هي أي حزمة، حزمة نادرة. الحق ما تلحق لأنها بتخلص سريع. وزي ما قلنا ببجي موبايل غنية عن التعريف، أكبر لعبة في الأرض، تحميلاتها فوق 1 مليار، متوفرة في الأندرويد والآيفون. بتلقوا حسابة في اللعبة في الديسكريبشن تحت، ضيفوني فيه، بلعب مع الشعب الأسبوع ذا كله، بجلد أي واحد يجيني. رابط تحميل ببجي موبايل تلقوه في الديسكريبشن تحت. تبي تذبحني برصاصة ولا نحر؟ والله حسب ما تيسر. ما جاولك إلا سكين. السكين على الله المستعان. لا ما في خنك. يعني معناته أن القتل إذا ما في سكين خنق. خنق. صراحة النقاش راقي بشكل ما هو طبيعي، ما قد شفت تفاهم قد كذا في حياتي. الموسيقى اللي حطيناها في المقطع تحسسك إنهم يتكلموا عن فين بيتعشوا في ميلان بعد المقطع. اللي ضحكنا من جد انه قاطع داود فجأة وقال له ما في سكين خنق. فكر في كل الخيارات، واضح انه ما يمزح، والله العظيم ما يمزح من وجهه تعرف. Do you have any regrets about taking your own vision or the process with which you did take your own vision? I don't have any regrets taking my vision. I believe I should have been born blind. I'm happy the way I am. I do have some regrets about the way I did it. In the end, I'm happy the way I am. I am having a really hard time sitting so close to someone who traumatized herself, who damaged herself. We took an oath in medicine to help people. We see horrible tragedies every single day as doctors, and people who would give anything to go back and restore their vision, their health.
My heart is beating out of my chest. I can't even make sense of the emotions I'm feeling, because to hear someone say, I've always felt I should be blind, well, I've always felt I should be the Queen of England, but I'm not going out to become the Queen of England. للي ما فهم المقطع ذي، واحدة خلقها ربنا بدون أي مشاكل جسدية، بس فجأة قررت إنها ما تستحق إنه يكون عندها عيون. بوم، قامت كبت كلوركس في عيونها عشان تعمي نفسها وصارت عمية. المقطع هذا ما كنت مصدق، وأكون صريح معاكم، قلت مستحيل أي إنسان في الأرض يسوي كذا. أنا كنت مقتنع إنه ما في إنسان واحد في الأرض يمكن يعرض عليه مليار دولار عشان يصادر عيونه ويسويها. قلت مستحيل، ذي أكبر نعمة بعد الصحة، بس كنت معطي البشر أكبر من قدرتهم العقلية. تمام، في ناس حمير بشكل ما نتخيله، وذي واحدة منهم، وأنا متفق معها 100%، ما تستحق إنه يكون عندها عيون. انتقادي الوحيد لها ايش؟ هو انه طريقتها كانت غلط صراحة. كانت المفروض تروح مستشفى وتتبرع فيها لشخص يحتاجها من جد، اما تخربها على فاضي كذا، ذا شيء يرفع الضغط صراحة. بعدين انا كنت اشوف انه دي حركات المراهقين في الغرب، اللي تجي تقول لك انا احس اني رجال، واللي تقول انا احس اني سودة، واللي تقول انا احس اني بيضة، والمراهق اللي يحس انه 30 ابيض، بس واحدة في الاربعينات بكامل قواها العقلية تتصرف كذا، ذا شيء يخوف صراحة. ذي اسمها علامات بداية نهاية الحضارات، ذي حضارة قاعدة تنهار قدام عيونها لو ما لحقوا انفسهم. واحد من افراد عصابة YSL سوى انه مجنون في المحكمة عشان يطلع من القضية. It's a show, Judge. Oh, it is? Yes. Okay. Well, I ain't Judge Glamble, and I don't play, so stop showing out. All right, let's see. Mr. Jimenez, you want to tell your client to get a grip on himself? دي واحدة من أكثر الحاجات اللي ضحكتني. تذكر العصابة اللي تكلمنا عنها في المقطع اللي راح، YSL؟ واحد من أفراد العصابة بدأ يسوي إنه مجنون في المحكمة عشان يطلع من القضية، لأنه القاضي إذا شاف إنك مجنون بدل ما يحكم عليك بالسجن بيحكم عليك بمصحة عقلية وبعدها بتطلع منها. الآدم إذا تمثيله في المحكمة ضحكني بشكل مهض، بس اللي ضحك أكثر إنه طلع منها براءة، طلع من القضية لأنه القاضي صدق إنه مجنون من جد. شيء تاريخي، الآدم إذا يستاهل أوسكار على اللي سواه. العلاقات الاجتماعية، أنت من الناس اللي بتتكلم كتير ولا بتتكلم قليل ولا ما بتتكلمش قوي وبتقول نفسي حد يفهمني من غير ما اتكلم؟ انا نفسي حد يفهمني اصلا وانا بتكلم. يا اخي تامر حسني ذا اسطوري، بس كل ما اشوفه اتذكر 2005، ما ادري ليش. انسان قديم وربي، من يوم ما غنى اخصمك اسيبك لا اختفى، وما صار يطلع الا في ميم كل كم سنه، ولا انا ما صرت ادري عنه، ما ادري. المهم مقطع طويل في الطريق. المتابعين في الخاص وقال لي النموجن سب الإسلام. قلت مين النموجن ذا كمان؟ من فين قاعدين تجيبوا الأسماء ذي؟ قال لي رئيس فرقة بتس. قلت ناه، مستحيل، ذا مو هذا اللي كان مسوي فيها السفير الأمم المتحدة للسلام؟ مو ذا اللي مسوي انه زار البيت الأبيض وقال لجو بايدن أنا بحافظ على سلام العالم؟ الهطف ذا أزعب واحد في الفرقة، أول كوري مشاهم في التاريخ اللي وجهه مبني زي بيضة كندا بدر خلف.